ابنة رضا شاه بهلوي تزوجت ابن عمها وحرمت من رطبها وألقابها واعتنقت المسيحية وبنت كنيسة في قصرها. شمس بهلوي. ولدت خديجة عام 1917 في مدينة طهران الإيرانية. كان والدها رضا بهلوي ضابطا بسيطا في ذلك الوقت، وكانت والدتها تاج الملوك ابنة أحدى العائلات العسكرية الكبيرة. كانت خديجة الفتاة المدللة لرضا بهلوي، وميزها عن جميع إخوتها، وبمجرد وصوله إلى العرش غير اسمها ليصبح شمس الملوك. سعى رضا شاه إلى تقليد الغرب، وبعد رحلته إلى تركيا قرر جعل سياسته الثقافية والسياسية محاربة للمعتقدات الدينية. في 8 يناير 1936 لعبت شمس ووالدتها وشقيقتها أشرف دورا رئيسيا في كشف الحجاب الذي كان جزءا من جهود الشاه لإدماج المرأة في المجتمع العام من خلال المشاركة في حفل تخرج كلية المعلمين في طهران. تزوجت شمس بهلوي من فريدون جيم نجر رئيس وزراء إيران أنذاك محمود جيم بأوامر صارمة من والدها عام 1937. بعد الغزو الأنجلوسوفيتي لإيران عام 1941 وخلع رضا شاه، رافقت شمس والدها أثناء نفيه إلى جنوب أفريقيا. وبعد وفاة والدها انفصلت شمس عن زوجها، فلم يكن الزواج سعيدا. وذكر فريدون في مذكراته أن شمس كانت تتعامل معه بقسوة، وكان يريد أن يتخلص من هذا الزواج. بعد فترة أرادت شمس الزواج من ابن عمها عزة الله منبشان، والذي غير اسمه إلى مهرداد. عارض تاج الملوك ومحمد رضا هذا الزواج لأنه كان عازف كمان، لكنها لم تهتم لمعارضة أخيها الشاه ووالدتها الملكة الأم، وتزوجت ابن عمها وسافرت معه إلى القاهرة. حرمت من رتبها وألقابها لفترة، وعاشت في الولايات المتحدة من عام 1945 إلى عام 1947. ولكن في النهاية وبعد تدخل الملكة الأم، تقبل الشاه هذا الزواج وعادت إلى طهران، وتم تعيين مهرداد وزيرا للثقافة. اعتنقت شمس بهلوي المسيحية في السبعينيات، وأسست كنيسة خاصة في قصرها، ثم اعتنق زوجها وأولادها الكاثوليكية بعدها. ذهبت إلى إيطاليا عدة مرات، وقامت بزيارات لقادة مسيحيين في العالم. لم تشارك شمس في الشؤون السياسية، وكان هدفها إدارة الثروة الهائلة التي ورثتها عن والدها. تاجرت في المجوهرات والسيارات، وامتلكت الكثير من الأراضي وعددا من المصانع، كما أنها حصلت على راتب شهري من الدولة. ترأست جمعية المرأة الإيرانية، وأسست جمعية شمس الخيرية لمساعدة الفقراء، وجمعية الأطفال السمو والبكمو. غادرت إيران إلى الولايات المتحدة بعد الثورة الإسلامية، وتوفيت بعد معاناتها مع السرطان عام 1996، ودفنت وفقا للطقوس المسيحية.